لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. عمل تيست للسماعات، يعني عايز اتأكد ان السماعتين بتوع الجهاز شغالين وكمان صوتهم نقي وكويسين. يعني ده من خلال الفيديو ده، بشغل الفيديو ده بيشغل لي السماعة الليفت الشمال لوحدها، وبعدين بيشغل لي السماعة الرايت اليمين لوحدها. وكمان من خلال الميوزك اللي شغالة دي بقدر احدد ان كان صوت السماعة نقي ولا في مشكلة. يعني الميوزك اللي معمولة دي لو السماعة فيها وش هيظهر فيها الوش، ولو السماعة مظبوطة ما فيهاش مشكلة هلاقي الصوت نقي وما فيهوش مشكلة.